واستاذن حضرتك نبتدي بالنقطه اللي نهاوند عملت عليها ستريس كده وهي بتقدم حضرتك، فكره ان موسيماني ودفعه بالناشئين يعني دي حاجه طبعا في منتهى الاهميه، هل ليها مخاطر زي ما هي ليها ايجابيات، هل ليها مخاطر؟ والله انا في المباراه السابقه كانت مباراه الجونه كنت بحلل المباراه في اذاعه الشباب الرياضي، فاتفرجت المباراه طبعا عشان ركزت قوي في المباراه واللعيبه الجداد. بص كل واحد واخد البطوله دي عنده اهداف، في ناس عندها اهداف تاخد البطوله، في ناس عندها اهداف ان هي بتجرب اللعيبه الجداد اللي هم جايين في صفقات يناير. في النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه كبيرة بتفكر في تسلسل الاجيال، مين اللي جاي الفتره الجايه. مستر موسيماني عنده مجموعه من الناشئين وطول عمر النادي الاهلي بالشكل ده، واحنا من الواد اللي لما طعم فريق فيه الخبرات وفيه أكيد. الاسماء المعهوده والمعروفه والطعم بناشئين بيبقى لطيف، لكن لما تدفع بالفريق كاملا كناشئين دي بقى اللي ممكن تبقى مقلقه. قبل البطوله في حصل مشكله برضو بعد اصابات الكورونا في اللعيبه، عطلت برضو اللعيبه شويه بتاخد وقت عقبال ما ترجع. فاول مباراه بدات كان مستر موسيماني مباراه الجونه، فبدا من المجموعه اللي معاه، اكيد كان معاه عدد قليل جدا من اللعيبه لان اللعيبه اللي بتبقوا واخدين كورونا ما بيتمرنوش مثلا 4 5 6 ايام، فبياخدوا وقت شويه عقبال ما يخشوا في التدريبات ويخشوا في الماتشات. فبدا المباراه فظهر لعيبه مميزه، فممكن الفكره يعني اشتغلت في دماغه اكتر ان هو يدي فرصه اكتر للناشئين. في ان احنا مش عايزين برضو ان يعني ايه في كذا كذا لاعب ظهر بمستوى جيد المباراه، النهارده المباراه هتاكد الرؤيه اللي احنا شفناها المباراه الاولانيه. يعني في زياد مثلا لاعب مميز جدا، قدم مباراه، لاعب مهاري جدا، لاعب اداؤه كان ولا اروع. طبعا مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جدا، وانا متابع مصطفى اصلا وهو عنده 15 16 سنه، حارس مرمى جيد جدا، وكنت بتمنى ان هو يؤدي مباراه بالشكل ده عشان مصطفى محتاج دعم. طبعا مصطفى من ساعه ما بدا يلعب الاقاويل الكتيره وكابتن شوبير ومصطفى والمجاملات، انا كنت كل ما حد يسالني اقول لهم لا مصطفى حارس جيد جدا. مصطفى لو كان خد من بدري شويه زي ما محمد صبحي كده وجاد في انبي، كان عندنا مصطفى شوبير كان هيبقى بنفس الاسلوب ونفس الشكل ونفس الاداء. فاتمنى ان شاء الله النهارده المباراه دي برده مصطفى يقدم مباراه جيده لانه محتاج الثقه دي. زي ما قلنا زياد، زي ما قلنا شرقيه، زي ما قلنا مستر موسيماني مثلا قال لك نجم المباراه عبد الرحمن مانو من الناس اللي في نص الملعب محدش خد باله، لعيب نص الملعب تبان لي مظلوم كرؤيه كجمهور، كل الناس اللي بتتفرج على الناس اللي بيلعبوا قدام. المدافع ولاعيب نص الملعب بيبقوا مظلوم شويه بالظبط كده. بس لكن مستر موسيماني قال انا من نجوم المباراه عبد الرحمن مانو. اتمنى ان شاء الله ان المباراه النهارده برضو اللعيبه دي تاكد للجمهور، تاكد للجهاز الفني، تاكد لمجلس الاداره ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي بمستوى ثابت جدا. كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين طبعا نتائج جيده جدا في قطاع الناشئين، واللعيبه باينه، اللعيبه بتاعتنا باينين ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله شويه شويه كده يبقى لهم دور في الفريق الاول باذن الله. حلو جدا. طيب ده الشكل من بره، بس احنا لو اتكلمنا بقى عن المباراه نفسها، هي مباراه مهمه للفريقين من الاهلي والاسماعيلي، مباراه مهمه جدا. بس لو هتكلم واركز على الاهلي، اسلحه الاهلي ايه اللي المفروض يتم علشان احسم بقى المباراه؟ لا هي مباراه صعبه طبعا، الاسماعيلي النهارده جاي بيلعب فرقته الاساسيه بالظبط، جهاز فني برضو جديد، مجلس اداره جديد بالظبط، روح جديده، عايزين يلحقوا نفسهم، وضعهم في الدوري وحش جدا، عايزين برضو البطوله دي بالنسبه لهم شقين. الشق الاول يطمن جمهوره، عارفه جمهور الاسماعيلي جمهور قوي جدا، جمهور صعب جدا، ما بيقبلش ان الوضع اللي موجود فيه الاسماعيلي دلوقتي، نتائج الاسماعيلي الفتره اللي فاتت وحشه جدا. فالاسماعيلي جاي النهارده مع الصفقات الجديده بتاعت طبعًا يناير، طبعا صفقات كويسه بصراحه، بيلعب النادي الاهلي برضو، النادي الاهلي مع احترامي طبعا، بس مطمع ان من اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي والناشئين مطمع طبعا يكسب المباراه اكيد. لكن طبعا برضو لما بتلعب لعيبه نادي الاسماعيلي لما بتلعب قدام فرقه يعتبر لعيبه مجهوله مش معروفين بتبقى مشكله برضو شويه. انا بلعب قدام مثلا وليد سليمان، بلعب قدام السوليه، بلعب قدام الشحات، محمد شريف، فانا كلاعب ببقى عارف اداؤه بيلعب ازاي، عارف شكله وبيجري يتحرك ازاي، سرعته عامله ازاي، لكن لما بلعب جنب ولد صغير لسه طالع برده مش عارف هو طريقه لعبه ايه، فدي برده بالنسبه له مجهول. دي بتبقى بتخش على حسب بقى لعيبه النادي الاهلي وروحهم، وده اللي موجود فعلا في ناشئين النادي الاهلي وفي المباراه اللي فاتت.
ما طبعا دخل المباراه اللي فاتت محمد محمود مثلا ظهر شايف من اول مباراه ليه شايف ان هي بدايه جيده جدا. حسام حسن بعد اصابه طويله برده شايف ان هي بدايه كويسه. صلاح محسن اتمنى يكون صلاح تكون الاصابه المباراه الاخيره تكون خفيفه ما تبقاش جامده. اتمنى بقى كل ده النهارده في مباراه الاسماعيلي اللعيبه تاخد ثقل ان مباراه الاسماعيلي فرقه فعلا مباراه قويه. بس خلي بالك برده كابتن احمد يعني ما ده جزء كان يعني خلفيه لسؤالي السابق لحضرتك فكره ان برده الناشئين حتى لو جاهزيتهم واصله لدرجه 100% عفوا لكن اكيد ليها خضه لما يلعبوا فريق زي الاسماعيلي. يعني انا اسف الاسماعيلي كمان من الفرق الى جانب ان هي فرق من الفرق الثقيله قوي طبعًا. ودايما ماتشاتها مع الاهلي بالفريق طبعًا. الاول بتاع الاهلي بيحجروا جامد معاه اكيد طبعا فدي برده ممكن تبقى مسؤوليه مضافه على كاهل اللعيبه الناشئين فيبقى لها خضه. ده دور الجهاز الفني وان هو بيشيل كل الحاجات النفسيه دي قبل المباراه. ما تخافوش ما تخضوش العبوا اللعب بتاعكم. كل لعيب من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي اللي هم الصغيرين عنده هدف عنده عايز يظهر او يثبت لمستر الموسيماني او مجلس اداره جاي لهم على أيوة طبق من ذهب ومجلس اداره النادي الاهلي. انت عارف برضو النادي الاهلي بيشتغل مش بيشتغل عشان مدير فني مستر الموسيماني محترمي طبعا ليه موجود دلوقتي السنه الجايه السنه اللي بعديها بس النادي الاهلي ليه استراتيجيه طويله بيشتغل عليها بيحط اللعيبه الناشئين بيحطهم تحت بؤره معينه مين اللي هيكمل مين اللي هيوصل في وقت معين مين اللي هيبطل في النادي الاهلي فمين اللي هيحل مكانه كل الحاجات دي بتشتغل مع لجنه الكوره في النادي الاهلي. لكن فعلا زي ما انت بتقول مباراه صعبه جدا بس برضو التركيز لعيب الاسماعيلي هل لما يلاقوا لعيبه النادي الاهلي الصغيرين وكده هل هو بنفس التركيز لما بيلعب لعيبه النادي الاهلي الفرقه الاساسيه دي بتبقى برضو في المباراه وحسب شكل المباراه وبدايتها هتبقى شكلها عامل ازاي.